الذي ينعقد اليوم أو تعقده مؤسسة وسيط المملكة في إطار رؤية تحديثية للمؤسسة أساسها القرب والتواصل مع المواطن. نحاول طبعا من خلال هذا اللقاء التواصلي أساسا أن نقوم بعرض مخططنا الاستراتيجي. هذا المخطط الاستراتيجي في الحقيقة هو شأن ربما يظهر داخليا للمؤسسة، لكن نحن نحاول أن نؤسس من خلاله لمقاربة جديدة، مقاربة تقوم على منطق التخطيط المعلن للجميع على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. الآن كنعلنوا على المخطط ديالنا اللي الأمد ديالو 5 سنوات، غادي تنتهي إن شاء الله في 2023، على أساس نقدموا الحساب على ما أنجزناه وما سننجزه. بالنسبة لهذا المخطط هو كيقوم على 6 ديال المحاور الاستراتيجية. المحور الأول هو محور يهم جعل المؤسسة الدستورية في خدمة المرتفق، في خدمة المواطن. المحور الثاني كيقوم على فلسفة النجاعة والفعالية في أداء المؤسسة. المحور الثالث إعادة النظر في المقاربة الوظيفية لهذه المؤسسة بشكل يحقق جودة في أدائها. المحور الرابع هو المتعلق بالمنطق الجهوي للأداء ديال المؤسسة. نحن نسعى إلى إعادة انتشار المؤسسة جهويا من أجل تحقيق القرب المكاني للمواطن. المحور الخامس يتعلق أساسا باستعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المؤسسة، استعمال التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المواطن، في تقديم الخدمات عن بعد المواطن. والمحور الأخير يهم التواصل مع مختلف الفاعلين، الانفتاح على مختلف الشركاء. إذا أردت أن ألخص هذا المخطط الاستراتيجي الخماسي لمؤسسة وسيط المملكة، يمكن لي نأكد هو 6 المحاور أساسية استراتيجية، هو 23 برنامجا، وهو 107 إجراء تنفيذيا، وهو 162 مؤشر للإنجاز أو نتيجة نرجو تحقيقها من هذا المخطط. الآن كيف ما كتشوفوا كل التمثيليات ديال الأطياف المؤسساتية حاضرة من أجل أن نقول نحن الآن في منطق جديد، في رؤية جديدة لمؤسسة دستورية تهدف أساسا إلى خدمة المواطن.